بس شايفه يعني اكيد هيبقى احسن لنا ان احنا يعني الخريج من اعلام على طول، لان هي كليه مستقله زيها زي اي كليه ثانيه، ان احنا يكون لينا النقابه دي يعني ان احنا نقدم فيها على طول من غير ما نكون متعينين في صحافه ثانيه. ممكن نروح نشتغل في لبنان سنه سنتين في الاخر ما نتعينش، فده ما يضمنلناش حقوقنا احنا كصحفيين. يعني كليه الاعلام والخريجين منها هم الاحق بالنقابه، لان انا دلوقتي شايف ان في ناس كتيره جدا من تجاره ومن كليات ثانيه مجرد انها بتتدرب فتره كبيره مثلا في الصحافه او في الاعلام بيبقوا اعلاميين وهم اصلا مش مدرسوش من الاساس. يعني بعد ما طلبه اعلام تتخرج ان هو ياخد اصلا ورقه ويروح يقدم في النقابه على طول، لان دلوقتي سهله قوي ان اي حد يشتغل في مهنه الصحافه. يعني ممكن اصلا ان هو ينزل جورنال ما يكونش خريج اعلام ويبتدي ان هو يشتغل فيه ويتعين ويدخل النقابه. طب انا طالب في كليه الاعلام، انا استفدت ايه لما اتخرجت من الكليه؟ يعني ايه الميزه اللي ادتها لي الكليه لما اتخرج في سوق العمل يبقى ليها ميزه ايه؟ يعني تخليني افضل من ناس ثانيه في اي كليه ثانيه. انا دلوقتي متخرج واقدم في النقابه علشان اشتغل، علشان حتى اتعين في النقابه لازم يبقى تدريب سنه او مش عارف كام سنه، وفي الاخر ممكن حتى ما اتعينش.